صباح الخير يا جماعة، ازيكم كلكم عاملين ايه؟ بصوا، من ساعة ما بدأنا المقاطعة في نص شهر اكتوبر تقريبا، وانا كنت متخيلة ان احمد تي او شاي احمد ده معانا عشان اسمه احمد يعني، فتوقعت ان هو حاجة عربي يعني ومعانا وكده. فبعد كده خدت بالي ان هو مكتوب عليه لندن، فقلت تعالوا بقى نشيك مع بعض هو معانا ولا علينا. فيلا بينا، هدخل اسم الشركة بتاعته عشان اعرف جنسيتها وعلاقتها بلندن، وكمان هدخل الباركود بتاعه عشان على ابلكيشن قضيتي عشان اعرف معانا ولا مقاطعة. فيلا بينا، الباركود اهو بيبدأ ب 5488، ونشوف كمان صنع فين. معبأ في الامارات ومستورد في مصر، مستورد في ليبيا. شاي احمد لندن. لندن يا جماعة، مكتوب لندن. بص يا شباب، لما دورت على جنسية شركة احمد تي او شاي احمد، لقيت ان في يوم من الايام في اسره ايرانيه راحت عاشت في لندن، وهناك بقى بداوا مشروعهم اللي هو بتاع الشاي وسموه على اسم باباهم، فبقى احمد تي. فهي الشركه اوكي صاحبها ايراني، ولكن مقرها الاساسي او الرئيسي في لندن في بريطانيا في المملكه المتحده. فهي شركه بيروح كل طبعا ضرايبها والبورصه بتاعتها وكل حاجه لبريطانيا، فعشان كده هي شركة مش معانا، هي مقاطعة مع انها صاحبها ايراني، ولكن هي في حد ذاتها مقاطعة. كمان لما دورت وقلت يعني سألت هل احمد تي او شاي احمد بيدعم الكيان الصهيوني، هو ما بيدعموش بشكل مباشر، ما بيتبرعلوش بفلوس، ولكن الاجابة كانت ان هو عشان يعني بيروح فلوسه لحاجة اجنبية او ان هو حاجات مستوردة، فيفضل طبعا ان احنا نقطعه. وفي بدايل زي شاي الكابوس اللي جاي من اليابان، او شاي العروسة المصري، في بدايل تانية يعني، بدايل تانية عادية خالص يعني. طب كده يا جماعة، احمد تي مش معانا، مقاطعة. هخلص بقى بقية العلبة وعمري ما هجيبه تاني. نجيب بقى شاي الكابوس اليمني او العروسة، نجيب اي حاجة. احمد تي مقاطعة يا جماعة، مقاطعة مقاطعة، مش معانا مش معانا، مش مشكلة. فده فلسطين، انا عارفة ان هي حاجات تافهة جدا جدا اللي بيواجهوه اهل غزة وفلسطين، بس والله ده اللي نقدر عليه مع الدعاء ومع التبرع، ويعني مع الدعم النفسي والمادي والمعنوي. الله يكون في عونهم، بس احنا بنعمل اللي نقدر عليه.